سنة سنتين جزء الأول شكر الله على استضافة الدولة التركية الملايين اللاجئين من الدول الأخرى ووجود مساحة مدنية حريات كي تنشأ مثل هذه الجمعيات من أبناء الجنوب التي تتوفر مثل هؤلاء من المواطنين في بلداننا. وشكرا للدولة التركية بعد شكر الله سبحانه وتعالى. الجزء الثاني من رسالتي هو الفرح. حاولنا نبني منتديات في الغرب أخذتنا عشرات السنين. أحد منظمات المجتمع المدني السوري الذي أنشأ عام 2012 بعد الظهور بعام واحد. نشكر الله ونشكر أخونا خضر السوطري الدكتور محمد سعيد ولهم الفضل بعد الله كلكم جميعا في هذا المجال أنكم بعد اللجوء بعام واحد فقدتم في الوقت واستطعتم أن تنشئوا اتحاد منظمات المجتمع المدني السوري ثم إلى منبر كما جاء في 2014 يعني كان الفكر والعقل والرؤية موجودة سبقتنا احنا واحنا في الغرب بعشرات السنين رغم السعة اللي هو الإمكانيات والقدرة وكذا وكذا وكذا. شكرا لكم يا أبناء الشعب السوري الجميل. مش عارف أنشوفكم أكثر من كده لكن أنا لا أستطيع أن أقف على هذا المنبر وحدي لأن هكون جاح الخير أعلو يا خالد أعلو يا خالد أعلو يا خالد بعد يا جمال أنا هقول رسالة واحدة فقط نصها للمرأة التي أهملت في كثير من المجتمعات. أنا أصر ومعايا النتية قوم يا هناء وقوم يا عين الأختي أنا هنا 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 أنا هنا هنا قوم يا سارة عشان يشوفوك سارة وهناء في إيطاليا وإسبانيا معايا شكرا شكرا خالد وجمانة وأنتم الحاضر أنا راحل أنا الماضي. الأمر في هذا والتكامل تعايش ونقل الخبرات والمعرفيات وشكر من سبقونا في هذا الأمر كأبناء الدولة التركية للتحرير. أنا حطيت شعار قد يختلف فيه الناس لكني مؤمن به أنا لن أموت وإن بلى جسدي لن أموت وإن أكل الدود جسدي. لماذا؟ لأن رسالتي لقلب جمانة وقلب خالد وقلوبكم أجمعين كما بدأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 1400 عام. فلم تمت رسالة الإسلام وإن ضعف المسلمون وإن يعني افتقر المسلمين إلى العدل والحرية والأمان إلى ونحن أصحاب رسالة لن نموت أبدا الدهر سنعيش تحمل رسالتنا أجيال وأجيال وأجيال وما فعلته كمجتمع سوري الدولة التركية هو يعتبر شامة مش فقط على رأس الدولة التركية شامة على رأس العالم كله يقول نحن هنا ونحن لا وسنستطيع أن نبني السلام ونريد عالم ما هي الإنسانية التي أسس لها الأنبياء والرسل وعلى رأسهم المصطفى صلى الله عليه وسلم نعتز به ولا نحيد عن دينية خير أمور. جزاكم الله خير. لا خليك أما أقول لك امشي تمشي. أنت امرأة قوية وتناطح الرجال يعني أنت ما تغلب الرجال لا خلي بالك. خلي بالك مثلك بذلك. يعني فإن شاء الله يعني سعيد بكل الأخوات اللي موجودة هنا. أمهات وزوجات وبنات وأخوات ورفقاء طيب ولا يبنى المجتمع إلا بشقين والنساء هم شقاء الرجال وأنت من أقوى من الرجال أما أنت فغلبانك. شكرا لكم جزاكم الله خير والسلام عليكم.